المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات الذين نقدم لحضراتكم عرض المسائل هذا اليوم. التقى رئيس الجمهورية إدريس ديب تنو برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية من معارضة وموالاة. الهدف من اللقاء هو التشاور عن المسيرة التنموية ومواصلة الحوار الاجتماعي الذي يقود البلاد إلى بر الأمان. تفاصيل أوفى مع عثمان عبد الغني إدريس. بهدف جاد متقدم أكثر في المجال السياسي والديمقراطي وفي مجال حرية الرأي والعدالة الشاملة والحقوق، يجيء هذا اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديب تنو بجميع الرؤساء والأمناء الآمون للأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية المعارضة والأغلبية الرئاسية والمتحالفة، وذلك للتشاور ومواصلة الحوار الوطني السياسي الديمقراطي ومن أجل دعم المسيرة الديمقراطية في تشاد. ويعتبر هذا اللقاء الثاني منذ انطلاقة أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية. أما هذا اللقاء الذي أقد برئاسة الجمهورية ركز حول تنظيم إدارة وهيكلة مكتب الإطار الوطني السياسي الديمقراطي والتجهيزات للانتخابات التشريعية المقبلة ومناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذه المناسبة السياسية حضرها مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني، ويعتبر أول لقاء سياسي منذ اعتماد وإعلان دستور الجمهورية الرابعة من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديب تنو في الرابع من مايو عام 2018 بقصر 15 يناير. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديب تنو في خطابه الضافي خلال لقائه برؤساء الأحزاب السياسية قال إن هذا اللقاء والتشاور من أجل مستقبل تشاد الجديدة، وله مكانة وإحساس قوي للجميع، ويسجل في تاريخ بلادنا تشاد ويكون رمزا واضحا للوطنية. وأضاف رئيس الجمهورية مطلوب من الجميع التكاتف والوحدة من أجل نهضة تشاد، والنداء موجه لجميع المواطنين خاصة أنتم رؤساء الأحزاب السياسية لمواجهة التحديات القادمة، ونشيد بالمنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية الذي جمع القوى الوطنية السياسية والتجمعات المدنية من أجل مستقبل البلاد والأجيال القادمة. يشار إلى أن مثل هذه اللقاءات السياسية ستدعم مسيرة الديمقراطية والحرية والعدالة في تشاد، وهذه هي مبادئ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديب تنو منذ إعلانه للجمهورية الرابعة. تم يوم أمس ميلاد أول حكومة للجمهورية الرابعة دون رئيس للوزراء. التشكيلة الإدارية الجديدة تتكون من 29 عضوا، 2 وزير دولة، 23 وزيرا، و4 أمناء دولة. عن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة والتي غادرتها نتابع تقرير الزميل حسن جدة عمر. إن حكومة السابع من مايو لعام 2018 تؤدي أول حكومة للجمهورية الرابعة، والتي تتكون من 25 وزيرا و3 أمناء دولة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة التي بقيت على رأسها السيدة مريم محمد نور، حيث شهدت هذه التشكيلة عودة الدكتور نور الدين جلواكا شيريكو موكويكا وزيرا للدولة ووزيرا مستشار برئاسة الجمهورية، وكذلك جان برنار باداريه الذي عين وزيرا للدولة ووزيرا للبنية التحتية والنقل خلفا لآدم يونسمي. تشكيلة وزارية احتفظ فيها بعض الوزراء بحقائبهم كأحمد محمد باشر الذي ظل بإدارة الأراضي والأمن العام والهجرة، وعزيز محمد صالح بالصحة العامة، وإيسا دوبران بالاقتصاد والتخطيط التنموي، ومادلين ألينجي بالبوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة، وجمع عربي في العدل إلى جانب بشار عيسى جد الله بالدفاع، ويوسف أبا صلاح بوزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارية وترقية القطاع الخاص. كما بقي الدبلوماسي التشادي شريف محمد زين على رأس وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي التي أضيف عليها المقتربين. كما عاد إلى الحكومة الدكتور أبو بكر الصديق شرومع إلى وزارة التربية الوطنية ليخلف أحمد غزالي محمد أصيل بعد 5 سنوات، وعيسى محمد عبد المحمود وزيرا للمالية خلفا للدكتور عبد الله صابر فضل، وأشتى أحمد بريمة وزيرة لاستصلاح الأراضي وتنمية التمدن والإسكان خلفا لسنابي برناباس. وزارة البترول والطاقة عين على رأسها بوكر ميشيل خلفا لبشير مدي، وأحمد الدردير طيف الله بالوظيفة العامة خلفا لمحمد مختار علي، وسيدة لتيدي بياسومدا بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية خلفا لسيد جمال سيليك. وقد خلف الدكتور محمد النضي يوسف بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني غيانا سواري، فيما سلمت وزارة التنمية السياحية التي فصلت من الشباب والرياضة إلى الدكتورة عرجون جلال خليل. كما ترك أدم دنجاي نكور قيد حقيبة وزارة التدريب المهني لمستشارة رئيس الجمهورية في الشؤون الاجتماعية تيدي بيريد.
ومحمد نصر عبد الله وزيرا لترقية الشباب والرياضة والعمل. السيدة جميلة بشر الكاتب جاءت كوزيرة للمرأة خلفا لأمينة كوجيانا، كما عين الدكتور زكريا فضل كتر رئيس الجامعة الافتراضية وزيرا للتعليم الآلي خلفا للدكتور بيوم أدريان مالو، وجبركي أمان روزين وزيرة للطيران المدني بعد أن فصلت من البنية التحتية والنقل. كما شهدت التشكيلة أيضا ثلاثة أمناء دولة جدد في الخارجية دينولوجي أليس يامباي، وبالتربية الوطنية دورجين نازير، وبالمالية ألالي محمد أبكر، كما كانت أمانة الدولة بالاقتصاد من نصيب روزي ماماي. وجوه غادرت التشكيلة القديمة وأخرى لأول مرة تحصل على حقائب وزارية، لكن يبقى الهدف واحد وهو تنفيذ أهداف الجمهورية الرابعة، وهذا لا يتحقق إلا بتكريس جهودهم من أجل العمل الدؤوب. الزميل حسن جد عمر، نبقى في التشكيلة الجديدة، وهذه المرة مع حصة المرأة كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية إدريس دبي إدنو عند اعتماده دستور الجمهورية الرابعة، والذي أكد بأن حصة المرأة يجب أن تطبق. فاطمة داود اللحامر. تسعة من السيدات أوكلت إليهن مهام صعبة وسيادية في أول حكومة في الجمهورية الرابعة، حيث تميزنا بخبرات مختلفة لخدمة الوطن. اثنين منهن باقيات مهامهن في الحكومة الجديدة، وذلك لجدارتهن. الأولى السيدة مادلين ألانجي، مستمرة في إدارة مهامها لمواجهة تحديات التكنولوجيا والإعلام. مريم محمد نور التي كلفت بالخدمات الحكومية وحلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان. كما أن حكومة 7 مايو شهدت عودة اثنتين، هما روزين جبرجي أمان الوزيرة السابقة للزراعة، عادت بكل قواها لإدارة وزارة الطيران المدني والنقل والأرصاد الجوي. السيدة ريت تيبي حاكمة الإقليم السابقة والأمينة العامة النائبة الأولى لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والمستشارة برئاسة الجمهورية، تقلدت وزارة التدريب المهني. الوجوه النسائية الجديدة في هذه الحكومة ليست جديدة في إدارة الدولة. أشتى أحمد بريمي على رأس وزارة استصلاح الأراضي التمدني والسكن. كما جاءت السيدة عرجون جلال خليل وزيرة للتنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية. وأوكلت وزارة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني للسيدة جميلة بشر الكاتب. كما تقلدت السيدة ليدي بياسوندا وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية. وجاءت المديرة النائبة السابقة للغرفة التجارية دونولوجي أمينة للدولة بوزارة الشؤون الخارجية. حكومة 7 مايو تحمل في طياتها حقبة نسائية لا مثيل لها في الجانب الإداري، وبذلك فقد تحققت وعود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للنساء في تحقيق المساواة الدستورية. لا زال قسم التحرير في التلفزيون الوطني التشادي يعد تقاريره حول الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والذي قدمه بعد توقيعه واعتماده مشروع دستور الجمهورية الرابعة. فاليوم تناول الزميل محمد حسن أدم مسألة الانتخابات التشريعية التي حددها خطاب رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر المقبل. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في الرابع من شهر مايو الجاري على قانون الدستور الجديد للجمهورية الرابعة بقصر 15 من يناير، وصفة حشد كبير من القوى الفائلة إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والمدعوين. هذا وأثناء خطابه المطول الذي قدمه بمناسبة ميلاد الجمهورية الرابعة، والتي هي بمثابة تحول شامل وجذري وأمل للشعب التشادي في الحصول على جميع مقومات الحياة من الضروريات والكماليات. وبهذا الخصوص فقد تناول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حديثه أهمية تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد، وهو شهر نوفمبر المقبل، وسيتبعها تنظيم الانتخابات المحلية أو البلدية، مشيرا بأن الساحة السياسية تتطلب تفعيل دور الحوار السياسي للوصول إلى الغايات المنشودة،
كما طالب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشاركة الشركاء الفنيين والمانحين ووقوفهم الدائم بجانب الحكومة التشادية لتقديم الدعم اللازم الفني واللوجستي لتنظيم الانتخابات التشريعية، وإنه بدون تضامنهم ومساندتهم لا يمكننا تنظيم هذه الانتخابات نظرا لإمكاناتنا المحدودة. وننوه بأن البرلمان هو الركيزة الأساسية ومن أهم دائم الجمهورية الرابعة من حيث تعزيز دولة القانون وأسس الديمقراطية، وأن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الفاعلة من السياسيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن رجال الدين والشيوخ التقليديين، للوقوف بجانب الحكومة لبلوغ الغايات المنشودة وتحقيق الرفاهية للشعب التشادي في ظل الجمهورية الرابعة التي تعتبر ثمرة جهود كل التشاديين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أما الزميل هارون أبا آدم تناول في ورقته التالية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وفتح فرص عمل لهم ودمج الشباب في الحياة الاجتماعية. إن الشباب هم العمود الفقري للأمة، وأن تجاهل هذه الشريحة يعني غياب الرغبة السياسية لنمو البلاد ونهضتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ولا يتم تطوير الشباب ليساهموا في تنمية الأمة إلا من خلال الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي للشباب. وقد واجه الشباب التشادي في فترات سابقة تحديات، وهي عدم إتاحة الفرص الكافية للمشاركة في تسيير الشؤون العامة للدولة، بالإضافة إلى قلة مراكز التدريب المهني التي تؤهل الشباب في المهن الصغيرة والخرف اليدوية والتي تسمح لهم بخلق مشاريع خاصة بهم والعيش بكرامة. كما أن الشباب لم يجد حظه في المشاركة السياسية، في حين أن البلاد في حوجة لخدمات بأيدي شبابية على كافة المستويات. وفي هذا السياق وللرد على متطلبات الشباب، فإن المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة الذي انعقد في الفترة من 19 حتى 27 من شهر مارس المنصرم، فقد منح الشباب فرصا خلال أعمال المنتدى لطرح همومهم وتقديم المقترحات التي من شأنها تطويرهم. وكانت هذه المقترحات قد رصدت في مدرج القرارات والتوصيات التي خرج بها المنتدى. وبحلول ميلاد الجمهورية الرابعة في تاريخ 4 أبريل عام 2018، وأن هذا التاريخ هو نقطة فاصلة، كما أنه يعني الانطلاق في مشروع جديد، وهو مشروع التوجه نحو المسار الصحيح. كما أن الجمهورية الرابعة تحمل آمالا كبيرة لشريحة الشباب حسب ما جاء في الخطاب الضافي الذي قدمه رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، والذي وعد بمنح الشباب فرص متعددة، مشيرا إلى تنفيذ استثمارات ضخمة ستتمثل في بناء المنشآت التربوية والأكاديمية لتكوين وتأهيل الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم لظروف ما. كما شدد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو على ضرورة دعم الشباب وتشجيعهم وتحفيز معنويات الموهوبين بعبقريات من أجل زيادة الإنتاج والابتكار في مجالاتهم. الجمهورية الرابعة قد رأت النور وبدأت الخطوات الأولى للتطبيق الفعلي لدستورها، وأن الشباب التشادي هو في صميم أهم أهداف هذه الجمهورية. لذا يجب على الشباب أن يكون طموحا وقادرا لرفع التحديات، كما يجب عليه حشد كل طاقاته، وأن تعبئة الموارد اللازمة هو من شأن حكومة الجمهورية الرابعة، وذلك بنص الدستور الجديد. التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوران بمسؤولي وحدة التنسيق والتحالف داخل دول الساحل والوكالة الفرنسية للتنمية. الهدف من ذلك هو مناقشة تقييم المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، خاصة محاربة الإرهاب بإقليم البحيرة. منى حسن سكايا. اللقاء الذي جمع بين وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ومسؤولي وحدة التنسيق والتحالف الساحلي والوكالة الفرنسية للتنمية استعرض فيه الطرفان مسائل مناقشة المشاريع التي تتعلق باستراتيجيات التنمية المستدامة، وخاصة محاربة الإرهاب بإقليم البحيرة. الجزء الثاني من اللقاء تمحور حول الزراعة والثروة الحيوانية بالإقليم. وبعيد خروجه من اللقاء، تحدث منسق وحدة التنسيق والتحالف الساحل جان مارك، الذي قال بأنهم مستعدون
لتنفيذ كافة المشاريع التي تتعلق بمحاربة الإرهاب بأقليم البحيرة، وطلب من الجهات المعنية القيام بالعمل لأجل تنفيذ الفعال للمشاريع الإنمائية لتحقيق الاستفادة القصوى للجميع. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دبران تحدث عن الهدف من هذا اللقاء. بوكو هرام هسا قايت وسمشنو قايت سي اكتيفيتانا مينا قايت يكتلوم قايت سو اي ماتريك دا يعني نازا جابوا لنا البروجي دول لين ودولم وهات جو سالونا يعني بروجي اي ما بروجي ننتم لما يكون بروجي يعني ناس انا لاك تشاد دورو دو بروجي تريكا شنو. وننوه إلى أن مثل هذه اللقاءات التشاورية ستساعد في إيجاد الحلول الملموسة لتحسين أداء المشاريع التنموية في البلاد. نظمت الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات في تشاد يوما للتبادل والتوعية حول تهيئة بيئة تستقطب المستثمرين في تشاد. المناسبة جرت بحضور ممثل البنك العالمي بتشاد وممثل المجلس الوطني لرجال الأعمال التشاديين. تفاصيل أوفى مع عائشة أحمد دوقي. الأخذ بالرأي والرأي الآخر وتبادل الأفكار بين الأفراد أمر يقود إلى التمسك بزمام العمل الصائب، غرض جعل الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات في تشاد آني بتخصيص هذا اليوم للتبادل والتوعية حول تهيئة بيئة الأعمال في تشاد. لقاء ضم رجال الأعمال والتجار المستثمرين في القطاع العام والخاص، وقد شهد هذا اليوم طرحا فنيا هاما كان على محورين قدمه كل من مسرى تمتنجار الذي ناقش موضوع بعنوان إصلاح وتهيئة بيئة الأعمال في تشاد، وتقريرا حول النافذة الموحدة والإنجازات والتوقعات قدمه محمد طاهر نهار. لما هنا الناس دول ده ووصفنا قرار رشاد تشالا عشان تكون الشركة، كان 6 شركة، كان تدور تبني بيت، كان تدور تشيري كريدي شو تشاد سوا من سنة جاي دول فات عشان نادم يكريد انتربريز. لما نام وانترم خبر جديد ان شاء الله الناس دول يكتبوا لبنك موديل يورو تشاد سوا مشركة عشان ما نبقى وراء الناس. بين مقترح ومعقب وسائل في موضوع تهيئة بيئة الأعمال في تشاد ومراعاة تنظيم عمل الوكالة الوطنية للاستثمار لتتمكن في تطوير النشاط التجاري وضبط النظم المعمول بها دوليا في هذا المجال وتقديم التسهيلات الإدارية للمقاولات في تشاد. احتفلت السفارة المصرية بالبلاد بالعيد 68 لشركة الطيران المصري. المناسبة رأسها السفير المصري بالبلاد إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، كما شهدت المناسبة تكريم سيدة البلاد الأولى هند أديب إتنو. آدم حسن المكاوي. 86 عاما ونزول احتفال مصر بمناسبة ميلاد نأسف لرداءة هذه المادة. مواصلة لنشاطاتها التوعوية لصالح النساء وطلاب المؤسسات التعليمية، نظمت اليوم النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري رئيس المجموعة الأفريقية للنساء البرلمانيات المسلمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، نظمت ندوة علمية حول العادات الضارة التي تواجه الفتاة المسلمة والتي تحدث فيها الدكتور بشير أبو بكر. كان ذلك بثانوية المركز الإسلامي الكويتي في حارة وجة. آدم حسن المكاوي. الحديث عن المرأة المسلمة أولا وآخرا هو بيت القصيد من الحملة التوعوية التي شرعت في تنفيذها رئيسة المجموعة الإفريقية لمؤتمر البرلمانيات المسلمات النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري بالمدارس. ثانوية المركز الكويتي الإسلامي أول محطة هذه الحملة، جلست فيها النائبة البرلمانية مع الطالبات وجه لوجه للتحدث في العديد من النقاط أبرزها إبراز دور المرأة المسلمة في محاربة التطرف الديني والعادات التي تضر بالصحة الإنجابية في الأوساط النسوية. أو نظرتنا في مؤتمر البرلمانيات المسلمات عند تأسيسها أن نكون امرأة مسلمة مؤهلة علميا وثقافيا واعية بدورها غيورة على عرضها ودينها ووطنها، أن تتأقلم مع الألفية الحالية وأن تحافظ على موروثها الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي في مجتمعها المسلم.
هذا ما نطلق إليه في مؤتمر برلمانيات المسلمات. المحاضر الجامعي الدكتور بشير أبو بكر في مداخلته تحدث عن مكانة المرأة في الإسلام مستدلا بما ورد في الشرع والكتاب والسنة، داعيا الطالبات إلى تحديد أهدافهن والتمسك بالدين. هذا وقد تداخل عدد من الطالبات بأسئلة واستفسارات فيما يخص العادات التي تضر بالصحة الإنجابية وغيرها، ردت عليها النائب البرلماني والدكتور بشير أبو بكر بكل شفافية ووضوح. شهد معهد توماي افتتاح أعمال الورشة الخاصة باعتماد التقارير لمبادرة مكافحة التلوث البيئي. رأست المناسبة نائبة الأمين العام لوزارة البيئة والمياه سعدية عثمان داية. فاطمة داود اللحابر. تأتي هذه الورشة في إطار اعتماد تقارير مبادرة مكافحة التلوث البيئي، وكذا اعتماد الإطار المؤسسي والقضائي الخاص بتنظيم الحملات التوعوية والتقييم الاقتصادي والاجتماعي في مجال مكافحة التلوث البيئي في تشاد، وذلك بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والصيد، حيث يقوم المشاركون خلال يومين بمراجعة كافة البيانات والوثائق المقدمة من أجل اعتمادها ومن ثم المصادقة عليها. في خطاب الافتتاح الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة والمياه والصيد سعدية عثمان دابا أكدت بأن هذه التقارير تلعب دورا رياديا في عملية مكافحة التلوث البيئي، ومن أجل نجاح هذا المشروع فقد رصدت نتائجه بناء على دراسات وبحوث ميدانية قام بها مختصون في الجانب البيئي، ويؤمل من المشاركين بمراجعة كل ما قدم إليهم بكل مصداقية وشفافية من أجل اعتماد المشروع والمصادقة عليها، لأن هذا المشروع يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة، فكل ما كانت بيئتنا نظيفة كل ما تمتعت أجسادنا بصحة جيدة. افتتح المدير العام لإدارة الصحة العامة أعمال الورشة الفنية لإيصال عمال المراكز الصحية بإقليم البطحاء. تفاصيل أوفى مع عبد بحر الدين عبد الشافي الدود. ما زالت تعمل الحكومة التشادية جاهدة في مساعيها لتحسين الحياة الصحية للمواطنين، لذا فقد نظمت وزارة الصحة العامة ورشة تدريبية لعمال المراكز الصحية بمركز دنماجي بشارقة الأوسط والمركز الصحي بياو بإقليم البطحاء، وذلك لدعم سياسة الحكومة الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية والخطة المستقبلية للفترة ما بين 2018 وإلى 2022. وحول أهمية الورشة الفنية تحدث ممثل الوكالة السويسرية للتنمية عن ضرورة دعم سياسة الحكومة لتنفيذ برامجها الوطنية الصحية، منها كانت أول اجتماعية. المدير العام بوزارة الصحة العامة ممثلا للوزير في هذه الجلسة دكتور روان دنغولو دوندو أشار في كلمته الافتتاحية بأن الحكومة عبر وزارة الصحة قدمت مجهودات كبيرة وأموال طائلة من أجل تحسين ظروف الحياة الصحية للمواطنين، وحث المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة التي جاءت لصالح عمال وزارة الصحة العامة. قام النائب الأول لعمدة بلدية جميلة التجاني عبد الرحمن نورين بتفقد الأماكن التي حددت من قبل البلدية لروح حل المتواجدين في العاصمة جميلة. آدم حنفي فاضل. رحيل الرحل من داخل العاصمة جميلة وضواحيها هو تطبيق للقرار الصارم الذي اتخذته بلدية جميلة، فإذا كان الهدف نظافة المدينة أو تنظيمها فالهدف الأكبر هو تنظيم الرحل ومواشيهم بالدرجة الأولى، لذا قامت هذه البعثة المشتركة والتي فيها نائب عمدة بلدية جمينة تجاني عبد الرحمن نورين برفقة قائد قوات حرس الرحل وقائد الكتيبة رقم 10 لقوات الدرك الوطني بالعاصمة جمينة، حيث وقفوا على الديار التي كانت مكتظة سابقا بأصحاب الإبل المتواجدة بحي أم سنينة وجنبر وجوجي وكذا مدخل العاصمة جمينة بمنطقة لاماجه، إلا أن الرحل منهم من قادر تلك الأماكن ومنهم من كان في استعداد للرحيل، كما وصلت البعثة أيضا إلى أماكن أخرى تسكنها الرحل متواجدة بحي تكرة، لكن لم تجد البعثة هناك شعرة واحدة من مساعي الرحل. أحصوا في شوارع المدينة طرق مسفلتة وفيها ماشية بطريقة غير مسؤولة، وهذا بالطبع شيء غير مسموح لدى القوانين ونظم المدينة، فجينا إن شاء الله ننفذ هذه القوانين، وجينا إن شاء الله نتأكد أنه الكل يجري
يعني زي ما تم رسمه إن شاء الله، وبالتبع تعاكتنا من ذلك إن شاء الله. ويشار إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها البلدية لا رجعة فيها، ومن خالفها سيدفع الغالي والنفيس، وستصدر مواشيه إلى الجهات المسؤولة ويتحمل المسؤولية بكل أطرافها. وبالعودة إلى خبر السفارة المصرية والتي احتفلت بذكرى 86 لشركة الطيران المصري، نجد الزميل آدم حسن مكاوي الذي يطلعنا في تفاصيل هذا الخبر. 86 عاما هي مدعاة ولزوم احتفال مصر للطيران بمناسبة ميلادها في العام 1932. هذا ما دعا شركة مصر للطيران فرع تشاد بالاحتفال بالذكرى 86 على تحليقها الأول برفقة سفارة جمهورية مصر العربية لدى البلاد. قامت مصر للطيران بتشاد بواجبها تجاه المسؤولية المجتمعية، تمثل ذلك في زيارة بعض المدارس والمستشفيات ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وحفر آبار مياه، وهي تسعد بذلك لرغبتها لأن تكون جزءا من المجتمع التشادي الأصيل. المسؤولية المجتمعية أخذتها مصر للطيران على عاتقها، وقدمت من منطلقها العديد والكثير لفئات المجتمع التشادي، وهذا ما شهد عليه الحضور بمشاهدة التقرير المصور لهذه الأعمال. سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد في خطامه قام بسرد تاريخي للدوافع والضروريات التي أنشئت من أجلها شركة مصر للطيران، داعيا الجميع إلى زيارة مصر. اليوم أؤكد وبكل ثقة وإعزاز وفخر أن مصر بلد الأمن والأمان، ولذا أدعو الجميع لزيارة بلادي ليتذوق عراقة الضيافة المصرية وحضارة مصر القديمة والحديثة وما أنجز وما ينجز أحفاد الفراعنة على أرض الكنان. المناسبة تخللت أيضا فقرة تكريم الشخصيات، حيث كرمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بشهادة تسلمتها ممثلة سيدة البلاد الأولى الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير إلى جانب عدد من الشخصيات، بالإضافة إلى سحب قرعة الحظ، وربح فيها 3 أشخاص تذاكر سفر إلى وجهات مختلفة. شهدت مدينة بنغور حاضد إقليم مايوكي بالشرق حفل تنصيب أعضاء المكتب الفرعي لحزب الديمقراطيين والاشتراكيين، كان ذلك بحضور رئيس الحزب جبريل حسين مسار. أحمد خميس جمعة. وسط حشد جماهيري كبير انطلق حفل التنصيب لأعضاء حزب اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين. تخلل الحفل عدة مداخلات أولاها كلمة رئيس اللجنة التنظيمية نوره أنقار النور الذي رحب بالحضور لتلبيتهم الدعوة. على ذلك مرحلة تنصيب أعضاء المكتب من قبل رئيس الحزب جبرين حسين مرسال، حيث يتكون من 14 عضوا يترأسهم حمان ميدوغو أنيجو ينوب عنه نوره أنقاره النور، كما يضم المكتب 6 رجال و8 امرأة. عقب ذلك قدم رئيس المكتب الإقليمي لحزب الاتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين المعين حمان ميدوغو أنيجو قدم كلمة قال فيها إن اختيارهم لحزب الاتحاد من بين 207 حزبا سياسيا لم يأتي عن فراغ، بل للأهداف التي يحملها الحزب من أجل تنمية الوطن والمواطنين وخاصة الشباب. من ثم قدم رئيس الحزب كلمة هنأ خلالها الأعضاء المعينين وطلب منهم العمل بجد وتضامن. الإقليم على ما يلقي به الشرقية، نحن مبسوطين، نحن فرحانين بوجود الكدرة ووجودكم ده وسط الكدر، أنتم عندكم أنية نفوس عشان تاخدوا ويزيدكم. للتذكير فإن مهمة المكتب القادمة هو تشكيل مكاتب المحافظات التابعة لإقليم مايوكي بي شرق. بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.